السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلينا نعمل الوزرة اللي تبقى في أسفل الحائط، ممكن نحطها في نص الحائط مفيش أي مشكلة خالص. كنا محتاجينها في مسجد من المساجد، فقلنا نشرحها. أقول له أنا عايز مشروع جديد، نختاره أركتكتشر، وبعد كده هختار البروفايل بشكل الوزرة اللي أنا عايزها. ندفي الأدرس ديت، بعد كده هقول له فايل أنا عايز أعمل فاميلي، نيو فاميلي. ممكن نختار الفاميلي الجديدة دي تبقى بروفايل. طبعا لو انت عايز تشتغل بالمتريك نيجي هنا ونقول له انجليش، هتلاقيه هو مزود كلمة متريك في الأول. مثلا بروفايل اهوت اوبن، انت بترسم حاجة 2D اللي بعد كده تقدر تشتغل عليها. نقول مثلا انا عايز لاين مثلا من هنا، مثلا كده ممكن تقول له انا عايز الجزء ده يبقى فيه ايه من هنا بشكل ده، بحيث لو حد وقع ما يتعورش ولا حاجه. وبعد كده ممكن تغير الاسم بتاعه لو انت حابب، انت بروجكت. هو كده اتحمل. طيب اقول له وول، وادخل في الوول دوت واقول له اديت، واقول له بريفيو، اقول له لا انا عايز اشوفها في السكشن بالشكل دوت. طيب بعد كده هقول له انا عايز اضيف سويب، فبيقول لي عايز تزود انا بروفايل، بيقول لي حمل البروفايل اللي انت عايزه. تمام. طيب ممكن نقول له ادز، وهنا نبدأ نختار الفاميلي اللي احنا عملناها الماتيريال. هاجي دلوقتي اقول له انا عايز اغير الماتيريال ديت، اختار اي مثلا ماربل، ممكن نختار مثلا ديت. ممكن بعد كده اجي هنا في الابيرنس، في صورة هي موجودة تقدر تغيرها لو انت حابب. ممكن تيجي تغير الصورة، تفتحها او تغمقها زي ما انت عايز. طيب دان، اقول اوكي اوكي. تمام، بقت موجودة بالشكل دوت زي ما انت شايف. تمام، وتقدر تغير الماتيريال برضو اللي هنا. تمام، ممكن تختار الماربل نفس الماربل مش مشكلة، وتقدر تشوف الصورة لو عايز تغير الصورة. تيجي هنا تقول له edit image، تعدل فيها زي ما انت عايز. بعد كده هقول له اوكي، وبعد كده ابدأ بقى ارسم الحائط بتاعي. وتعالى بقى ناخد ايه كاميرا كده، هو اترسم بره بسيطة، عامل سيلكت على الحيطة وقول له اكسالي. انا عايز الوزر هي تبقى اللي جوه جوه المسجد. تعالى بقى ناخد كاميرا كده، اهي دي اللغة اللي احنا عايزينها. ممكن نقول له بقى احنا عايزين نشوفها رياليستيك تظهر معانا بالشكل دوت. طبعا انت تختار بقى الماربل تكون هادية كده وسهلة.